واخا اذا سي حسن اللي بغيت نهضرك معاه هو الحديقه المصباحيات. حديقه المصباحيات بطبيعه الحال اللي كانت في واحد الوقيته حديقه بالمعنى الكلمه اللي مقابله مع داك السوق ديال الجمله اللي تاهو خص اعاده النظر فيه. هذيك الحديقه اتلفت بطبيعه الحال ما عرفناش علاش اتلفت في عهد سابق ماشي في عهدكم. واخر ما كان تقال لينا هو انها هذا الارض ديالها غادي تمشي لوزاره الصحه باش يدار مستشفى يعني بالمعنى الكلمه. هادشي اللي كان دار اونيفو ديال العماله وديال المجلس البلدي ومجلس العماله. لكن فجاه ملي كيخرج تصميم التهيئه كيقول لهم بان الارض ديال المستشفى راه كنظن جيت السوق الممتاز لان هذا المشروع فين وصل؟ ديال السبيطار هذا هو. نحن اولا اللي بغينا نقولوا ان بالنسبه لنا كمجلس تسمينا بواحد الشق اساسي هو الشق الاجتماعي. وعلى ذلك تشوفوا عده قرارات خداها المجلس فيما يخص لا ديال الترويض بالنسبه للاخوان ديالنا ذوي الاحتياجات الخاصه ولا حتى فيما يخص الديز والمرضى اللي تيمشيو حتى للدار البيضاء ولا فيما يخص مجموعه ديال المحطات اللي هي اجتماعيه. الجانب الصحي حنا تسمينا به من النهار الاول كانت عندنا لقاءات مع وزاره الصحه فيه. الان تنوجدوا واحد الاتفاقيه معهم على اساس تبقى اتفاقيه بيناتنا داكشي اللي نقدروا نعطيوه ونوفروه ليهم. بالنسبه للسبيطار حنا عمليا ملي جينا لقينا انه الارض في الطريق ديالها انها توقع فيها الحيازه. دابا عمليا في الاتصال اللي درنا مع وزاره الصحه الفلوس كاينين ديال الدراسات موجودين باش تبداو اللي تتسناو فقط ربما في هذه الايام ان السيد العامل ياكد لوزاره الصحه ان الحيازه قد تمت 100% وديك الساعه غتبدا العمليه ديال ليزيتود وكلشي راه يساهم. حنا المحمديه كجماعه عندنا مساهمه مجموعه واحد مليارات غادي تكون ضروري عندنا وزاره الصحه حتى هي غتمشي معنا نمشي كلشي في نفس الاتجاه وزاره الماليه دونك بمعنى انه الكل مجمع وهذا حقيقه هو مجهود ديال الكل. وفي نهايه المطاف نوصل لواحد المستشفى بديل بحد واحد الحد المواطن هذا في اعتبار ان الامور تخاد بنظره اشمل. اذا كان الحديث على المستشفى اذا كنا باغا المستشفى بالحجم الكبير ديالو اللي بطبيعه الحال ماشي هو مستشفى مولاي عبد الله اللي كيلقى انتقادات كثيره من طرف السكان. فلا اظن ما عرفتش واش غتشاطرنا الراي على ان وزاره الصحه وحدها والبلديه انها ممكن تعطينا مستشفى كبير. يعني انه مستشفى خصو عده داعمين شركاء اللي ممكن يمشيو بينا بعيد ويعطيونا مستشفى بحال المستشفى ديال الشيخ زايد ولا فلوس. وبالتالي اذا كان غادي يكون غير مستشفى شبيه بمستشفى مولاي عبد الله ف يعني الفكره ما غاداش تكون صائبه بالنسبه للمدينه تعاني من مجموعه ديال الامراض كيف كتعرفوا وهذا كيخلينا نعرجوا على التلوث المشكل ديال التلوث كيف كتعرفوا على ان المدينه وهذا ما لا يمكن ان ينكره احد على ان المدينه هي المدينه الملوثه في المغرب كامل هي المدينه اللي فيها تلوث ديال الهواء تلوث ديال البحر تلوث ديال هذا. وبالتالي هناك امراض العيون امراض الجلد هناك الامراض ديال الحساسيه هناك امراض كثيره جدا. فما كتشوفوش على انه خاص داعمين اكثر يعني خاص شركاء اكثر على مستوى الجهه على مستوى الوزارات اخرى ربما حتى البيئه ربما حتى هاد الناس الشركات الصناعيه اللي كاينه هنا خاصهم يدعموا وهذا من المفروض انه. من جهه اخرى سي حسن قبل نعطيك الكلمه ما كتشوفوش على ان انتم بوحدكم ضمن الجماعات كلهم في المغرب اللي ما واخدينش الوصايه على المستودع الاموات ديال السبيطار. جرت العاده في جميع الجماعات هي اللي كتكون مكلفه بمستودع الاموات بينما مدينه المحمديه مستودع. احنا اولا بالنسبه لينا كما قلت لك العمل الاجتماعي هو واخد نصيب كبير في الاجتهاد ديالنا. فطبعا اول حاجه اهتمينا بها الجانب ديال لوبيتال. حنا بالمناسبه بالنسبه لنا السبيطار راه الشركاء كاين حنا كاين مجلس العماله كاين وزاره الداخليه وكاين الماليه وكاين الجهه
الانفتاح للاخرين ربما سياتي بعد على الاقل تتبدا بالمناسبه. راه السبيطار شحال من عبد الله راه 17 وقت ديك الساعه هو عاده راه كيكون جميع الجميع خصو شروط معينه وخاص واللي تنعملوا فيه هو يكون جميع ان شاء الله. دوك راه ماشي مشروع اللي هو صغير، مشروع كبير كبير جدا فحنا خدامين فيه وباذن الله على حساب وزاره الصحه. وهنا تنشكر حتى المندوبه في التواصل ديالي معها انا يعني محمسه لانجاز هذا المشروع. وتنظن دابا الان الارادات كل اجتمعت لدينا العماله لدينا المجلس لدينا وزاره الصحه لدينا هذا ان الشيء يخرج وغادي يخرج باذن الله. بسبب الصداع حنا عمليه بسبب الصداع المسلمين الموظف اللي كاين تما تابع الجماعه المستودع تيتقال من طرف الجماعه ولكن غير عاود يكون معزول على السبيطار هو تابع السبيطار. هذه العاده اللي تخدمت وربما ما عرفتش انا لحد الساعه ان المستودع هو اللي خصو يتكلم به الجامعه ووزاره الصحه يكون هكذا واحد تلقى واحد ربما الشهاده المحمديه منذ سنين ربما هو الاولى ان يتابع والله اعلم. عندكم طبيب نتوما؟ عندنا طبيب صحيفة الصحة. عندنا جوج هو اللي كيكون هو اللي كيكون لا ضروري يكون هو لا هو راه مشرف غير هو تابع ولكن عمليا السيد اللي خدام تما وهذا كلهم هادو من تابعين الجامعة. الجامعة تابعين الجامعة. كنشكرك سي حسن من طبيعة الحال هذه فقط بداية من سلسلة من الأسئلة اللي غادي يتفضل سي حسن بأنه غادي يفتح لنا المجال أننا نطرحها غادا تهم قطاعات اخرى مختلفه. اللي كنتمنى هو اننا نكون عند حسن ظن المشاهدين والقراء ورمضان كريم.